السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. النهاردة نتعلم مع بعض إزاي نفتح جميع البرامج على التابلت بدون الخروج من المنظومة التعليمية. نبدأ نشوف مع بعض على بركة الله. أول خطوة نعملها مع بعض هو الدخول على الإعدادات، ونضغط على الإعدادات، وبعد كده بنختار شاشة القفل، وبعدين بنختار النمط، ونحدد النمط طبعا اللي احنا هنعمله، وياريت يكون نمط سهل عشان يبقى سهل معانا في التعامل بعد كده في الخطوات اللي جاي. هنعمل النمط بتاعنا وبعد كده ندوس على كلمة موافق وتمت، وبكده يبقى احنا عملنا نمط للجهاز عشان هنحتاجه في الخطوات القادمة. بعد كده نرجع للإعدادات مرة أخرى ونبدأ نختار حاجة اسمها ضبط القفل الآمن، ونضغط عليها زي ما هو باين قدامنا على الشاشة، فهتدخلنا على تأكيد النمط. هنبدأ نعمل النمط بتاعنا مرة أخرى، نفعل خاصية إعادة ضبط المصنع تلقائيا ونضغط عليها زي ما هو باين قدامنا، ونرجع تاني للإعدادات ونضغط على الحماية. بعد ما ضغطنا على الحماية هندخل نختار حاجة اسمها الإعداد الآمن، وبعد كده بنعلم على يلزم رسم النقش عند إعادة تشغيل الجهاز، وبعدين ندوس على كلمة موافق. هنرسم النمط بتاعنا مرة أخرى، نعمل ريستارت أو إعادة تشغيل. كده ظهر لنا إعادة تشغيل، بعمل إعادة تشغيل للجهاز مرة أخرى وتسيبه بقى يقفل ويفتح براحته. كده الجهاز قفل وفتح معانا تاني، وظهر لي طبعا مطلوب النمط. هعمل هنا 10 مرات غلط عشان يعمل إعادة تشغيل مرة أخرى، وأبدأ فعلا أعمل المحاولات دي لحد ما يعمل إعادة تشغيل. هيفتح تاني وبرضو أعمل 10 مرات للمرة الثانية، وبرضو لحد ما يعمل إعادة تشغيل مرة أخرى. كده محاولتين، ندخل على المحاولة الثالثة برضو ونعمل برضو 10 مرات خطأ، وبكده هيبدأ يعمل لي حاجة اسمها ضبط المصنع. فعلا زي ما احنا شايفين هيبدأ يعمل معانا إعادة ضبط للمصنع. كده زي ما احنا شايفين فتح معانا وبدأ بكلمة ستارت. أول حاجة هعملها إن أنا أغير اللغة إلى اللغة العربية عشان تبقى سهلة في التعامل. اللي عايز إنجليزي طبعا براحته، بختار اللغة العربية ثم أضغط على كلمة موافق، بعد كده بدوس على كلمة ابدأ، فيدخلني مباشرة على الاتصال بشبكة الواي فاي. هبدأ على طول أعمل إضافة شبكة وأدخل الشبكة بتاعته والباسورد وأدوس على كلمة موافق. أنا كده أضفت الشبكة بتاعتي، بس بعمل إضافة شبكة مرة أخرى عشان خاطر بس أدخل على الإعدادات. الإعدادات الأيقونة بتاعتها بتبقى موجودة على لوحة المفاتيح. أنا بعمل إضافة الشبكة وبضغط على أيقونة الإعدادات عشان تحولني مباشرة إلى الإعدادات. من الإعدادات بقى هختار حاجة اسمها لوحة مفاتيح سامسونج اللي هي موجودة فوق خالص أعلى القائمة، وبختار من القائمة اللي على إيدينا الشمال الكتابة بالصور من جوجل زي ما احنا شايفين، وبعد كده بروح على حاجة اسمها الحسابات والخصوصية وبضغط عليها وبفعلها، ثم بروح على حاجة اسمها إضافة حساب أو حساب جوجل وبنضغط عليها، ونبدأ بقى نعمل إضافة حساب وندخل الإيميل بتاعنا والباسورد بتاعنا، وإذا كان ما عندناش إيميل أو باسورد هنبدأ مباشرة نعمل حاجة اسمها إنشاء حساب. نعمل عملية تسجيل بالإيميل ونضغط على كلمة التالي، وبعد كده ببدأ أكتب الباسورد وبدخله وبدوس على كلمة موافق، وبكده يبقى أنا فعلت الإيميل. بعد ما سجلنا بالإيميل ودوسنا على موافق بيحولنا مباشرة إلى الصفحة اللي قدامنا،
بنضغط على أول اختيار الكتابة بالصوت من جوجل. بيروح محولني مباشرة إلى الإعدادات، فبضغط على الإعدادات وبعد كده بدوس على كلمة متابعة اللي هي في أسفل الصفحة اللي على الشمال تحت خالص. بعد كده بيحولني للصفحة اللي قدامنا، بنضغط على التلات نقط اللي فوق على الشمال ونختار إرسال تعليقات، ثم نختار عملية تحديث. بروح محولني مباشرة إلى صفحة جوجل اللي هي باينة قدامنا، وبنبدأ نضغط على كلمة فتح وبكتب أو بختار جوجل كروم، وطبعا بختار جوجل كروم اللي جنبه الأيقونة بتاعت جوجل كروم، وبعد كده بضغط على كلمة موافق ومتابعة، وبضغط على قبول ومتابعة، ثم التالي وفعل الإيميل بتاعي، ثم آخر حاجة بدوس على كلمة موافق فبيفتح معايا على طول محرك البحث بتاع جوجل كروم. بكتب كلمة ايلاند اللي هي ISLAND، وبعدين بعدها ABK، فبختارها اللي هي مكتوبة فوق في الاختيارات ايلاند ABK، وببدأ احملها من الموقع اللي قدامنا اللي هو اول موقع قدامنا اهو ABK، فبتتحمل معايا وببدأ اعمل لها عملية تنزيل على الجهاز. نمشي معاها خطوة خطوة، بندوس متابعة وبعد كده بندوس على سماح، وبيبدأ على طول يحولني الى التنزيل، فبدوس على تنزيل فبيبدأ يحمل البرنامج معانا مباشرة. بعد ما بيتحمل معانا بروح فوق على الشمال وشوف القايمة واشوف التنزيلات، هلاقي البرنامج فعلا نزل معانا على الجهاز. ادوس على الاعدادات، زي ما احنا شايفين جاري تثبيت البرنامج، وهنا طبعا زي ما احنا شايفين البرنامج بدأ يتثبت معانا. ببدأ افعل البرنامج، بدوس على العلامة اللي تحت اللي قد قرأت كل ما ورد وادوس التالي، كده البرنامج نزل معانا على الجهاز. برجع تاني للواي فاي وببدأ احمل من جديد، واول ما تظهر عندي الرسالة اللي ظاهرة قدامي على الشاشة اللي هي جاري الانهاء، بروح مباشرة قافل الواي فاي وببدأ اروح لإعدادات الجهاز. اهم حاجة واحنا بنحمل الواي فاي، اول ما يجي لي جاري انهاء اروح على طول قافل الواي فاي وادخل على الاعدادات زي ما هو باين قدامنا على الشاشة. من الاعدادات بختار كلمة الحماية، ثم اضغط على كلمة ضبط اخر للحماية، ثم تطبيقات مسؤول الجهاز. بيطلع لي الايقونات اللي قدامي، اخر ايقونة عندنا اللي هي ايلاند، ببدأ على طول اعمل لها عملية تفعيل. هنبدأ نرجع تاني إلى الواي فاي ونبدأ نشغل الواي فاي بتاعنا. حمل معايا على طول وبيبدأ يدخلني على المنظومة، وكده ظهر قدامي بقول لأ شكرا، وهنا ظهر عندي الدفعة بتاعتي، وكده التابلت أصبح جاهز للعمل. هنلاحظ فيه أيقونة ايلاند، كده الجهاز شغال معايا تمام، دخله على خدمات جوجل، فعل الايميل ممكن يطلب الايميل والباسورد بشغلهم قدامه اهو، جوجل بلاي المتجر موجود قدامي مفيش اي مشكلة. بتجد نكون ظبطنا الجهاز بتاعنا، اصبح الجهاز داخل المنظومة في نفس الوقت فاتح معايا كل حاجة. واتمنى ان اكون قدرت ابسط لكم الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.